كان اجواء ممتعه. حاليا تنزل امطار غزيره في النجوم السماء وامطار صامته، بعد قليل غتكون عاصفه عاليه قويه، اذا كتنزل الشتاء بسرعه. نتمنى تستمروا معنا واشتركوا في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم كيما شادي. اذا كما كتشوفوا معنا في أمطار غزيرة، شاهدوا معنا الأرض أجواء مطيرة تماما. إذن كما قلنا كاينة عفوا كاينة أمطار غزيرة قوية والعشاش، لان كما كتشوفوا البحر مواش، البحر هايج تماما والشتاء من هاد الاتجاه. هاي الشتاء الشتاء هاي والوقت خاويه تماما. الناس شافوا امطار غزيره ومشاو المنازل ديالهم، وفي نفس الوقت رمضان، اذا حاليا كيعيشوا النهار ديال رمضان، لأن رمضان مبارك سعيد. الناس ما كيخرجوا حتى ورا الفطور، ورا الفطور كيخرجوا. واليوم الأجواء ديال الشتاء، بعض الناس كيفطروا خاصة في البحر هنا، ولكن اليوم كاين الشتاء، ربما الناس غادروا إلى المنازل ديالهم غدا إن شاء الله إذا كان الجو هادي، حيت اليوم كاين العشاش. كما كتشوفوا أمطار غزيرة كتنزل طول. إوا نتمنى الإعجاب ديالكم والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. مدينة أكادير هي الشاطئ ديال أكادير واعر. شوفوا السما، شوفوا الإخوان، شوفوا